طب ممكن يا كابتن صح. بعد اذنك اه نكمل بعد ما ناخد بقى كابتن علاء نبيل على اه التليفون؟ حبيب قلبي الو، حبيبي. يا سلام، ازيك؟ مساء ايه يا الخير. كابتن حبيبي، الحمد لله على السلامة. الله يخليك. والله لسه يعني حالا دلوقتي بس ركبت معادني، احنا شفنا وجود بعنينا يعني. لا بعد ألف الشر سلامة. لا ألف فداك. سلامة عليك يا كابتن. الله يخليك يا كابتن هاني، ازيك مساء حبيبي؟ الخير يا كابتن. كلمتك يا علاء، كلمتك كتير قوي، اطمن عليك. لا مش ما انا عارف اطمن احنا عليك. واقفين على الدائري والصوت مش مسموع والموضوع كان كبير قوي. احنا انا شفت الصور، شفت الصور. ماشي بالعربية لقيت مرة واحدة الجمعية السواق العربية اتقبضت من ورا جامد جدا بخبطة غير طبيعية، خبطت في الإزاز قدام. وبعدين دخلنا بقى في الحاجز الخرساني اللي في الخرسان النص ده، خرسان. اتخبط والرد تاني في الطريق، نتخبط بالجنب والعربية لفت مننا لغاية لما اللي وقفنا بس الحديد اللي هو احنا كسرنا ساتر يا الخرسانة، ساتر يا الحديد ساتر. هو اللي حشنا يعني. شفنا الصور يا كابتن، الحمد لله يعني. ألف سلامة عليك يا وأهم كابتن. حاجة اتفضل. طبعا اهم حاجه سلامتك طبعا. كنا نتمنى اكيد ان حضرتك تكون موجود معانا والله يا وكابتن كابتن هاني محمد، انا عامل لكن حسابي زي، سلامتك لكن ما فيش نصيب يعني. يعني انت تجيبني وتسيبني كده. والله حشيش. انا بعمل ايه معلش يعني، الناس كلها منتظراني والله. ولقيت مكالمات جامده جدا دلوقتي، اتاريكم انتوا يعني اعلنتوا الموقف انت يعني. عارف علاء، انا بقول لهم علاء على قد كده يعني، بيخاف قوي لو في حاجه فرقعت مثلا جنبه بيقوم يتنطر. فانا لا متخيل لا، حالتك، الخبطه ورا، انا الخبطه ورا متخيل حالتك شديده. كانت عامله لا ازاي. خبطه قويه، واحد ماشي على شفت الاقل الصور. 160 170 يا نهار ودخل فيك ابيض، مره واحده. هو مش العربيه هربت منه فدخل فيك من ورا كده. يا نهار ابيض. العربيه يعني الله يكون في عون السواق، عربيته باظت من الاخر يعني، عربيته باظت خالص يعني. فعلا شايف العربيه بايظه خالص. ربنا سترها الحمد معلش. لله، وبشكركم وان شاء الله تتعوض ويواجه البرنامج الجميل بتاعكم ان شاء ربنا الله. ربنا حماك من اعمالك الكويسه علاء. الحمد لله والله والله صحيح يعني. والله الحمد المهم لله سلامتك الحمد يا لله كابتن والله. علاء. وكان عندي والسائق حاجات بقى، كمان المشط ومش المشط والقصص دي والمواضيع دي انت عارفها. والحنطور تتأجل بقى، تتأجل بقى عشيش والله. والله كنت قاعد محضرين حلقه حلوه. قوي قوي قوي. هم يعني هم عرفوا ان انا رايح مع الكابتن هاني وسهام، بقى ده انا بقى ينقوا علينا الحمد لله. خدت عيد. كابتن دايما بتشرفنا هنا في البيت الكبير، ومش دي يعني لا اول مره ولا اخر مره تشرفنا فيها اكيد. واهم حاجه سلامتك، والسائق كمان بنقول له الحمد لله على السلامه، لان العربيه انا برضو شفت الصور، الموضوع كبير. كان كبير شديد شديد قوي يعني. الحمد لله والله الحمد لله. سلامتك يا حبيبي، سلامتك، الف سلامه. متشكرين جدا. مش هحكي حاجه علاء بقى، ها مستنيينك يا كابتن علاء، مستنيينك. الله يخليك. ماشي يا حبيبي، مستنيينك. الف سلامه يا كابتن، الف سلامه، الف سلامه.